اليوز كيس دايجرام ده اول يو ام ال هشرحه. فالاول احنا محتاجين نعرف يعني ايه يو ام ال، ونعرف يعني ايه لما اقول يوز كيس دايجرام بيهيفيرال يو ام ال. طيب اليو ام ال دي اختصار لـ Unified Modeling Language. اليو ام ال تلات انواع، يا اما structural يا اما behavioral يا اما interaction. طيب ال structural يو ام ال دي بتهتم بايه؟ هو ال يو ام ال بستفاد منها ايه؟ بستفاد منها بتوريني، بتعمل لي فيجواليزيشن، بس على حسب نوعها بقى بتعمل لي فيجواليزيشن لايه؟ يعني ال structure يو ام ال بتوريني ازاي الطريقه او ال structure بتاع السيستم بتاعي، ازاي الديزاين بتاع الديزاين ال structure او الديزاين بتاع السيستم بتاعي. فده هناخد عليه مثال اللي هو class diagram في الفيديو اللي جاي. طيب ال behavioral يو ام ال بتهتم بايه؟ كانها كده بتوريني dynamic view السيستم بتاعي. هناخد برضو اللي هناخده بقى المره دي اللي هو اليوز كيس ده behavioral يو ام ال. طيب الجزء الثالث الانتراكشن، في برضه سيكونس يو ام ال بس هي لسه هشرحها قدام شويه. طيب اول حاجه اليوز كيس يو ام ال. يعني ايه كلمه يوز كيس او يوز كيسز دي؟ يعني ايه هي اليوز كيسز؟ اليوز كيسز دي set of action services and functions that the system needs to perform. يعني ايه؟ انا دلوقتي بعمل سيستم، او في كاستمر جالي عايز طالب سيستم معين، فهو طالب سيستم بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، الكاستمر بيستفيد منه في كذا وكذا وكذا. هي دي الحاجات السيرفيسز اللي بيقدمها السيستم بتاعي، هي دي اليوز كيسز. طيب في برضو كلمه ثانيه مشهوره نستخدمها كتير اسمها الاكتورز. مين الاكتورز ده؟ الاكتور ده ممكن يكون شخص، او ممكن يكون اورجانيزيشن، او اكسترنال سيستم. تمام. طيب ايه اللي بيميزهم بقى؟ يعني اي شخص كده في الحياه هو اكتور؟ لا، بالنسبه للسيستم بتاعي لازم يكون الاكتور ده بي بلاي ا رول ان وان اور مور يوز كيسز. يعني هو ليه علاقه، او هو بقى برايمري اكتور او سكندري اكتور زي ما هنشوف قدام. ليه يعني عامه لحد دلوقتي خلينا ايه، ليه علاقه بيوز كيس او باكتر من يوز كيس جوه السيستم بتاعي. طيب اليوز كيس دايجرام بستفاد منها ايه؟ بتوريني ازاي السيستم بينتراكت مع الاكتورز من غير ما ابص على ديتيلز. او انا دلوقتي لما اعمل يوز كيس دايجرام ما بهتمش بالديتيلز. ديتيلز ايه؟ ديتيلز بتاعت ازاي الفانكشناليتي دي امبلمنتد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بقول هعمل لوجن، هيعمل لوجن ازاي؟ ده ما يخصنيش في اليوز كيس دايجرام، بس انا يخصني ايه؟ يخصني ان انا اعرف مين اللي هيعمل لوجن، انه اكتور اللي هيعمل لوجن، ولو في اي كونسترينز على موضوع اللوجن ده. فهو اليوز كيس دايجرام سبيسيفاي السيستم انتراكتس ويز اكتورز. كل اكتور، يعني انا دلوقتي عندي في سيستم، في سيستم اهو الابوينتمنت سيستم ده للمستشفى، تمام. فعندي 3 اكتورز، عندي بيشنت وعندي المانجمنت وعندي الدكتور. لما باجي اعبر عن الاكتور برسم الشكل ده. طيب في مستطيل كده جواه اليوز كيسز، وبرسم جواه اليوز كيسز وبرسم بره اللي هو الاكتورز. ده بيبقى حاجه اسمها سيستم باوندري، تمام. طيب جوه السيستم بقى انا بحط اليوز كيسز. بحط اليوز كيسز ازاي؟ بحطها في شكل اوفل اللي هو بيضاوي، وبكتب اسم اليوز كيس، ومفيش مانع ان انا اكتب اسم السيستم فوق خالص. لما باجي اعبر عن اي ريليشن ما بين اكتور ويوز كيس برسم سوليد لاين، تمام. اللي احنا قلناه تاني، المستطيل الكبير ده، ده اسمه سيستم باوندري. بيفصل ما بين ايه؟ بيفصل ما بين الاكتورز والسيستم اللي جوه. لما اجي ارسم اكتور، حتى لو هو سيستم، حتى لو هو اكسترنال سيستم او اي حاجه، برسمه بشكل بالشكل ده، وبكتب اسمه ايه، او مش اسمه يعني، بكتب صفته ايه. طيب وهو بعمل ايه؟ مفيش معنى ان اكتب اسم مفيش معنى ان اكتب اسم السيستم بتاعي، واي يوز كيس جوه برسمها جوه شكل اوفل، اوفل اللي هو بيضاوي، وبكتب اسم اليوز كيس. طيب عايز اعبر، عايز اشوف بقى مين اللي بيعمل اليوز كيس دي، برسم سوليد لاين ما بين الشخص وما بين اليوز كيس نفسه. طيب فالسيستم باوندري ريكتانجل كونتينز يوز كيسز ريبريزنت ذا باوندري بتوين ذا اكتورز اند السيستم. طيب هنتكلم عن الاكتورز بقى بتفصيل اكتر، يعني ايه برايمري اكتور، يعني ايه سكندري اكتور. طيب البرايمري اكتور، او ممكن نسميه اسم تاني اسمه انيشيتنج اكتور. البرايمري اكتور او انيشيتنج اكتور هو اللي بيبدا اليوز كيس تو اتشيف ا جول. يعني ايه؟ احنا دلوقتي عندنا البيشنت اهو، عندنا هو البرايمري اكتر بتاع ميك ابوينتمنت، تمام. لان انت دلوقتي لما بتعمل اليوز كيس بتاعت ميك ابوينتمنت دي، مين اللي هيستفاد منها؟ اكيد ولا المانجمنت ولا الدكتور. اللي هيستفاد منها مين؟ البيشنت. فالبيشنت هو ليه الحق ان هو يبدا يعمل ميك ابوينتمنت دي. مفيش مثلا واحد من المانجمنت يروح حاجز ميعاد لبيشنت معين وهو مش عايز،
لا لازم البيشنت هو اللي يروح ويعمل الحاجه دي وهو اللي يبدأها، فعشان كده اسمه برايمري اكتور او انيشيتنج اكتور. طيب ايه موضوع السكندري اكتور ده؟ او ليه اسم تاني برضو اللي هو البارتيسيبيتنج اكتور. بارتيسيبيت ان ذا يوز كيس بس نوت انيشيتد. احنا اتفقنا مين اللي بيعمل انيشيشن اللي هو البرايمري اكتور. طيب امال السكندري اكتور ده دوره ايه؟ دوره سبورتنج. هو ليه نوعين، واحد اسمه سبورتنج اكتور مباشره كده، وواحد تاني اسمه اوف ستيج. بس هما الاثنين الجول منهم او الهدف منهم السبورتنج عشان اليوز كيس دي تكمل. بس ليه واحد اسمه سبورتنج واحد اسمه اوف ستيج؟ لان بتاع الاوف ستيج ده بيعمل سبورتنج بس انت مش شايفه. يعني ايه؟ دلوقتي مثلا لو انت رحت مثلا تعمل رحت دخلت البنك مثلا وعايز تسحب فلوس، فانت اكيد البرايمري اكتور، انت اللي رحت عايز تسحب فلوس. طيب لو انت جوه البنك واقف على كاونتر، فانت هيبقى عندك بقى حاجه اسمها سبورتنج اكتور، الشخص اللي هو بيقدم لك السيرفيس دي، الشخص اللي هو بيسحب لك الفلوس يسلمها لك. بس انت كده هو ده سبورتنج صح؟ بس انت شايفه، فيبقى ده اسمه سبورتنج اكتور. بس لو انت مثلا رحت على اي تي ام تمام، فانت برضه ستيل برايمري اكتور وبعدين سحبته. طيب الفلوس دي مين اللي بيخزن المكنه، قصدي مين اللي بيخزن جواها الفلوس؟ واحد انت ما تعرفوش، هو سبورتنج بس انت مش شايف، فيبقى اسمه اوف ستيج. فهم الاثنين بيسبورتوا ان اليوز كيس دي تكمل، او بيسبورتوا ان السيرفيس دي تبقى افيلبل، بس الاوف ستيج انت ما بتبقاش شايفه. طيب الريليشن شيبس، في نوعين من الريليشن شيب، الريليشن شيب ما بين الاكتور واليوز كيسز، والريليشن شيب ما بين اليوز كيسز ونفسها. طيب الريليشن شيب ما بين الاكتور واليوز كيس بعمل لها ريبريزنتيشن ازاي؟ بالسوليد لاين اللي هي بالشكل ده زي ما شفنا فوق. طيب الريليشن شيب بتوين يوز كيسز دي بعمل لها اول حاجه هي ايه اصلا؟ هي اتنين، انكلود، او في ناس بتستخدم يوز بدل كلمه انكلود، هي نفس الفكره، وفي اكستند. دول التو ريليشن شيبس ما بين اليوز كيسز اللي احنا بنتكلم عنهم بيبقوا ريبريزنتد ازاي قبل ما نعرفهم اصلا؟ بيبقوا ريبريزنتد بأروس ومكتوب كلمه انكلود قبليها القوسين دول وبعديها قوسين دول، واكستند قبلها قوسين دول، ولازم يكون في ارو برضه. طيب ايه فكره بقى انكلود وايه فكره اكستند؟ خلينا ناخد مثال واقعي يعني، او مثال يبين لنا امتى محتاج انكلود وامتى محتاج اكستند. طيب دلوقتي لو خدنا ده كده يوز كيس دايجرام، لا يعني هو مصغر شويه، هو بس يعني سيستم يعني، بس انا بعمل لوجن وبقاد يوزر وست ديفايس بريفرنس، يعني فانكشناليتي معينه هو بيستفيد منها. المفروض كنت اكتب تحت العلامه دي يوزر او حاجه، بس تقريبا نسيت، مش مهم. طيب هو كده اليوزر ده، ادي السيستم باوندري، هو البرايمري اكتر للفانكشنز دي او لليوز كيسز دي، كل يوز كيس موجوده جوه اوفن مكتوب اسمها، وهو ليه اكسس للثلاثه. فهو دلوقتي عايز يخش يعمل لوجن يخش يعمل لوجن، لو عايز يخش يعمل اد يوزر يعمل اد عادي يخش، لو عايز يستفيد من الفانكشناليتي الثالثه دي عادي برضو يستفيد منها. بس الطبيعي في السيستمز ما تبقاش كده، يعني ده كده ريبريزنتيشن سيء مش كويس. ليه؟ لان الطبيعي ان انا عايزه الاول اتاكد ان ده اليوزر المطلوب، فالمفروض ان هو الاول لازم يعمل لوجن عشان يقدر يستفاد من التو فانكشناليتيز اللي موجوده. يعني لازم عشان يعمل اد يوزر لازم الاول يكون عامل له، اكون متاكد ان هو عامل لوجن، وعشان يستفيد من الفانكشناليتي الثالثه لازم اتاكد ان هو عامل لوجن الاول. فعشان كده ده بقى الريبريزنتيشن الصح. هنا بقى احتجت الانكلود. يعني ايه الانكلود؟ ريليشن شيبس ما بين تو يوز كيسز، اهي ده يوز كيس وده يوز كيس فعلا، هي ريليشن شيب ما بينهم. بتفيدني ايه بقى؟ لما بقول فلنفترض ان دي يوز كيس اي ولنفترض ان دي يوز كيس بي، لما بقول ان يوز كيس اي انكلودز يوز كيس بي، بقول ان عشان يوز كيس اي دي تتم لازم استخدم يوز كيس بي بالكامل، لازم تكون تمت. يعني ايه؟ عشان استخدم الفانكشناليتي دي لازم اكون متاكد ان انا اعمل لوجن، فدي بتانكلود لوجن. يعني كل مره مهما يعني كل مره لازم عايز استخدم الفانكشناليتي دي لازم اتاكد ان انا خلصت من دي الاول، لازم اكون عامل دي. فعشان كده بقول ان اليوز كيس دي انكلودز اليوز كيس دي. ليه؟ لان انا عشان اعمل سيت ديفايس بريفرنس لازم اكون عامل لوجن. لو اخدنا مثال تاني الاي تي ام، وقلت مثلا ان انا عايز في يوز كيس من ضمن اليوز كيسز اللي موجوده ان انا اعمل ديبوزيت، ديبوزيت يعني اودع فلوس، وعندي يوز كيس تانيه بتقول ابديت بالانس تمام. فانا عندي دلوقتي تو يوز كيسز بس اللي مهتم بيهم، اللي هو ديبوزيت وابديت بالانس.
طيب هل ينفع اليوز كيسز دول يكونوا منفصلين عن بعض؟ لا، انا لازم كل مره اعمل ديبوزيت لازم يابديت البالانس. فبقول ايه، هرسم برضو للشخص ده تاني واوصل لديبوزيت وبعدين ايه انكلود ابديت بالانس، لان لازم عشان اعمل ديبوزيت لازم يابديت البالانس. هي فكره اصلا الديبوزيت ايه غير ان انت هتابديت البالانس، تمام؟ فديبوزيت انكلودز ابديت بالانس او يوزز برضو موجوده عادي. طيب امال هاري اكستند ده ايه؟ هاري اكستند ده هي ريليشن برضه ما بين اليوز كيسز، بس الانكلود بتبقى مانداتري، او اليوز كيس دي لازم تحصل. اليوز كيس دي لازم تحصل لو انا استخدمت انكلود. الاكستند بقى ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. زي مثلا لما يجي مثلا حد يعمل لوجن، ومثلا الابديت اليوزر انفو، مثلا ابديت اليوزر انفورميشن، هو ممكن لما يجي يعمل لوجن اخليه ابديت الانفورميشن بتاعته، وممكن لا عادي. ففي الحاله دي هيبقى عندي هنا اللوجن، وهيبقى عندي هنا ابديت يوزر انفو، واعمل ما بينهم ايه اكستند، تمام كده. طيب في حاجه اسمها جنراليزيشن. الجنراليزيشن دي في منها نوعين، يوز كيس جنراليزيشن واكتور جنراليزيشن. ايه الكلمه المتخلفه دي؟ ماشي. اليوز كيس اول نوع اللي هو اليوز كيس جنراليزيشن. انا مثلا ساعات وانا بفكر في اليوز كيسز بقول مثلا انا عايز اعمل اد يوزر، ريموف يوزر، ابديت يوزر انفو، فانكشنز كتير كده، وباجي افكر هم كلهم بينطبق او كلهم تحت عنوان معين، ممكن يكونوا تحت عنوان معين اللي هو مانج يوزر. فممكن اعمل ايه في الحاله دي؟ بلجأ للجنراليزيشن. يعني ايه؟ بقول هي اد يوزر والريموف يوزر دول تحت مانج يوزر، صح؟ طب اكتب الثلاثه يوز كيسز ووصل ما بينهم، ولما تطلع للاب بتاعهم، او لما تطلع للحاجه يعني الكبيره الجنرال بتاعتهم، تعمل سهم، تعمل زي كده ايه، مثلث بس فاضي من جوه. هنا هتبان اكتر اهو، ده اللي قصدي عليه، مثلث باصص للحاجه الجنرال وفاضي من جوه، مش متظلل مثلا او حاجه. طيب الاكتف جنراليزيشن هي حاجه شبيهه بالانهيرتنس في الاو بي، او زي ما هنشوف في الكلاس دايجرام. يعني دلوقتي انا عندي يوزر هيستخدم السيستم، بس اليوزر ده ممكن يكون اونر، ممكن يكون صاحب المحل. انا بعمل سيستم المحل، بس ممكن يكون صاحب المحل، وممكن يكون حد شغال في المحل، وده ليه تعامل معين وده ليه تعامل معين، ده ليه يوز كيسز ليه اكسس عليها وده ليه يوز كيسز ليه اكسس عليها. ففي الحاله دي ايه، بفصلهم عن بعض، ما بخليش بس اليوزر هو اللي موجود، لا لازم اقول ان في اونر وفي امبلوي، بس هما الاثنين يوزر، هما الاثنين هيشتركوا في حاجات معينه. فاعمل جنراليزيشن برضه، بوصل ما بينهم، وبعدين بطلع بالمستطيل، يعني السهم بتاعي اللي في الاخر ده بيبقى مثلث وفاضي من جوه. طيب تعالوا بقى ناخد مثال كبير شويه. فاكرين البتاع دي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو البيشنت والمانجمنت والدكتور. البيشنت بيعمل ليك ابوينتمنت، المانجمنت بتعمل بروديوس سكادجول انفو، والدكتور بيعمل ريكورد افيلابيلتي. احنا ما كناش يعني بعد ما شرحناها قبل كده قلنا شويه شرح كده، فضفنا حاجات جديده. فتعالوا بقى نضيف الحاجات الجديده دي، نعمل واحد كبير شويه او فعلا واقعي، يعني رياليستيك اكتر من اللي فوق ده. طيب ادي عندي البيشنت، بس انا في التعامل بيفرق عندي البيشنت ده اولد بيشنت ولا نيو بيشنت. طب هو البيشنت ده ايه؟ اكتور. طب ما اعمل اكتور جنراليزيشن او اتطبقت هنا. طيب عندي ميك ابوينتمنت، انا بيفرق عندي اللي هيعمل ميك ابوينتمنت ده اولد بيشنت ولا نيو بيشنت. فرحت عامل تو يوز كيسز، واحده اسمها ميك اولد ابوينتمنت، واحده اسمها ميك نيو ابوينتمنت. ورحت عامل ايه؟ هما الاثنين ميك ابوينتمنت، فرحت عامل جنراليزيشن على مستوى ايه؟ على مستوى اليوز كيسز. طب واستخدمت هنا اكستند، وتحت استخدمت انكلود. طب تعالوا نشوف استخدمت اكستند ليه. لما ممكن يحصل ميك ابوينتمنت، لما ممكن اليوزر يستخدم اليوز كيس دي، ممكن احتمال لا مي اور مي نوت ان هو يعمل ابديت بيشنت انفو. ليه؟ لان هو ممكن يكون اصلا ابديتد من قبل كده، من مره قبل كده، فهو مش محتاج يعملها، وممكن يكون ما عملش ابديت قبل كده، ممكن يكون مش محتاج الابديت اصلا. فعشان كده في اكستند، ما ينفعش اقول انكلود هنا، لان انكلود انا برغمه كل مره يعمل ميك ابوينتمنت لازم يابديت البيشنت انفو، وده مش رياليستيك خالص. طيب تعالوا نطبق على الانكلود، تعالوا نيجي للحته اللي تحت اللي هي بتاعت المانجمنت والدكتور. الدكتور بيعمل ريكورد افيلابيلتي، بيقول هو فاضي امتى، والمانجمنت هي اللي بتطلع السكادجول انفو، بتقول بكره مثلا في دكتور كذا فاضي من كذا لكذا، او يعني على حسب هم السكادجول بتاعه بيبقى عايزينه شكله عامل ازاي. طيب ففي يوز كيس في النص لازم تتعمل، اللي هو مانج سكادجول.
بيشوف المواعيد الفاضية ويشوف بكرة هم مثلا شغالين امتى، او يعني بيقسموا مثلا لو هم جراحين او اطباء كده يعني. ففي حاجة زي مانج سكادجول. فالتو يوز كيسز دول او اتليست اليوز كيس دي مش هتتم من غير مانج سكادجول، يبقى لازم انكلود. فاكرين زي بتاع الديبوزيت، مش هتتم غير لما يعمل ابديت، غير لما يعمل ابديت في البنك، في البالانس بتاع البنك اكاونت بتاعه، تمام؟ فلازم مانج سكادجول. وعشان برضو اعمل بريديوس سكادجول انفو لازم مانج سكادجول، فعشان كده وصلت باليوز كيس دي وقلت انكلود. هنا طلعت الاولد بيشنت بيستفيد من اليوز كيس اللي هي ميك اولد ابوينتمنت، والنيو بيشنت بيستفيد من اليوز كيس دي، ودول برضو يعني السيستم واضح الى حد كبير يعني. طيب بعد ما اخلص انا كده رسمت اللي هو الايه اليوز كيس دايجرام بتاعي، في خطوه بعد كده ممكن اعملها، ان انا اعمل ايه؟ اعمل يوز كيس تيبل. بيبقى تيبل بس ميك شور بس ان انت تعمل ايه؟ تمنشن فيه او تذكر فيه شويه حاجات، اليوز كيس نيم، والاكتر مين الاكتر، سواء برايمري اكتر او سكندري اكتر اللي بيستفاد من اليوز كيس دي، وديسكريبشن للبتاع دي، والنورمال كورس. يعني ايه نورمال كورس؟ الستبس اللي لازم يعملها عشان يقدر يستخدم اليوز كيس دي، البري كونديشن لو في اي كونديشنز لازم تكون موجوده عشان يقدر يستخدم اليوز كيس دي، البوست كونديشن لو في حاجه لازم يعملها بعد ما يستخدم اليوز كيس.